الصورة اللي قدامك دي للواء عمر سليمان، ظهرت بعد وفاته بست سنين، وبناء عليها حصل قلبان على وسائل التواصل الاجتماعي، واتفق معظم روادها على ان اللواء عمر سليمان عايش ما ماتش، وقصة وفاته مفبركة. وبعد سنتين من نشر الصورة خرج عسكري مصري واكد ان قصة الوفاة مش حقيقية، لكنه لما اتكلم صدم الجميع بالمعلومات اللي عنده. قبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واتمنى انكم تساعدوا في انتشار الحكاية. في البداية خلينا نقول مين هو اللواء عمر سليمان. اللواء عمر سليمان اخطر رئيس مخابرات مصر، وكان نائب رئيس الجمهورية بعد ما عينه الرئيس مبارك قبل تنحيه في الفترة اللي اتسمت بالربيع العربي. اتولد في يوليو سنة 36 في محافظة انا لعيلة ميسورة الحال، واتخرج من الكلية الحربية سنة 54، وحصل على عدة تدريبات عسكرية عالية المستوى من اكتر من مكان، اهمهم اكاديمية فرونزي السوفيتية، ده غير انه درس العلوم السياسية وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية والماجستير كمان، ده غير ماجستير في العلوم العسكرية. والعمر سليمان مسيرة كبيرة في العمل العسكري، ابتدت بالمشاركة في حرب اليمن، بعدها حرب 67، بعد كده حرب اكتوبر، واتدرج في المناصب من رئيس فرع التخطيط العام بهيئة عمليات الجيش، لنائب مدير المخابرات الحربية، لمدير المخابرات الحربية، لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لنائب رئيس الجمهورية. واللواء عمر سليمان كان بيمتلك اهم ملفات الامن السياسي المصري، وبيعتبر مخزن معلومات كتير من الملفات الاستخباراتية المهمة، على رأسها طبعا ملف القضية الفلسطينية. واشتهر خلال فترة عمله بعدد من الألقاب زي الثعلب والعقرب والصندوق الاسود والسرداب المخيف والرجل الغامض وغيرها. وبعد تنحي مبارك اترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية بناء على مطالبات شعبية، لكنه تم استبعاده مع عدد من المشاركين منهم خيرت الشر. وتوفى اللواء عمر سليمان في 19 يوليو 2012، ومن يومها والحد النهاردة ووفاته لغز كبير. ليه بقى؟ هقول. خلينا نبدأ بموضوع الصورة اللي كلمتك عنها في البداية، وهي صورة ظهرت بعد الوفاة بست سنين، واتقال وقتها انه لسه عايش ما ماتش، لكن في مصادر ردت وقالت ان اللي في الصورة شبه، بينما لو دققتم في الصورة هتكتشفوا ان التليفون اللي ماسكه قديم جدا، وده بيأكد انها حقيقية لعمر سليمان، لكنها في نفس الوقت قديمة قوي. تعالى بقى للغز الوفاة واللي اتقال فيه اكتر من رواية، منهم رواية غريبة حصلت في 2012 بعد وفاة اللواء عمر سليمان بأقل من شهر. وقتها قدم عضو مجلس شورى سابق اسمه محمد فريد زكريا بلاغ للنائب العام بيتهم فيه المخابرات الأمريكية والرئيس أوباما بقتل اللواء عمر سليمان. وقال زكريا في بلاغه إن اللواء عمر سليمان اتقتل بتعرضه لأشعة البوليوم المشع اللي بوظت كل وظائف جسمه الحيوية وعجلت بوفاته ودمرت أعضاء. طيب إيه اللي يثبت الكلام ده؟ هنا بيأكد فريد زكريا إن في صداقة جمعته باللواء عمر سليمان قطعت لمدة 5 سنين، لكنه اتفاجئ قبل الوفاة بشهر بتليفونه بيرن من رقم غير مرئي، وكان المتصل هو اللواء عمر سليمان، وطلب منه يشوفه في مستشفى وادي النيل اللي بيتعالج فيه. وفي المستشفى قابل اللواء عمر سليمان وكان خاسس من وزنه يجي 15 كيلو، وقال له عمر سليمان انه تعرض لعملية اغتيال من الامريكان بسبب انه وقف ضد مخطط لتوطين 750 الف فلسطيني من فلسطينيين الشتات في سيناء، وان الاشعاع تسبب له في مرض خطير افقد وزنه وصحته، ده غير الالام الكبيره اللي بيعانيها، وانه هيسافر المانيا للعلاج، لكنه لما سافر المانيا ما لقاش علاج فطلع منها على الامارات وبعدها امريكا، ولما رجع ميت. لكن في نقطه في غايه الاهميه قالها فريد زكريا، وهي ان في صحفي مصري مهاجر لامريكا وبيشتغل باحث في الواشنطن بوست اقسم له انه تواصل مع مصدر مهم في السي اي اي، والمصدر اكد له ان اللي هو عمر سليمان لما اعلن عن ترشحه للرئاسه قال انه هيفتح صندوقه الاسود وهيفضح كل اجهزة المخابرات العالمية. التصريح ده عمل رعب للمخابرات الامريكية فقرروا يتخلصوا منه. الغريب في الموضوع ان البلاغ ده وقف لحد هنا، لان السياسي محمد فريد زكريا ما قدمش اي دليل على صحة بلاغه، لا جاب شهود على انه قابل عمر سليمان، ولا جاب حتى الصحفي المصري المهاجر لامريكا، ولا قدم اي حاجة تثبت انه كان على علاقة شخصية بعمر سليمان. وبالرغم من عدم تقديم اي ادلة، لأن وفاة
وفاة اللواء عمر سليمان الغامضة كانت وما زالت لغز كبير بيحير ملايين المصريين. طيب هي وسائل الإعلام قالت إيه عن الوفاة؟ وسائل الإعلام قالت بعد الوفاة إن اللواء عمر سليمان في أيامه الأخيرة أصيب بمرض أثر على عضلة القلب وأدى لمضاعفات اتسببت في قصور الكلى وفي تكوين مية على الرئة، وإنه سافر لكذا بلد للعلاج زي الإمارات وألمانيا وأمريكا، وإنه قعد يتعالج لمدة 3 شهور قبل ما يتوفى في مستشفى كليفلاند بولاية أوهايو بأمريكا. لكن وفي إطار نفس القصة اتقالت أسباب مرضية مختلفة زي إصابته بالسرطان، الكلام ده كذبه لواء وخبير عسكري مصري وهو اللواء المعروف السيد محمود زاهر على إحدى القنوات الفضائية. بعد الوفاة بيجي 6 سنين، وقتها نفى اللواء محمود زاهر كل الكلام اللي اتقال عن سبب الوفاة، وأكد إن اللواء عمر سليمان استشهد في تفجير ضخم استهدف مبنى الأمن الوطني السوري في العاصمة السورية دمشق، وإنه توفى معاه مجموعة كبيرة جدا من رجال وأجهزة المخابرات السوري والأمريكي والإسرائيلي والأردني والمصري والسعودي والتركي والإمارات. وأكد كمان إن التفجير تم نتيجة خيانة داخلية. ولو رجعنا للأخبار اللي اتكلمت عن التفجير ده يوم الأربعاء 18 يوليو، فالأخبار وقتها أعلنت عن وفاة وزير الدفاع السوري العماد داود رجحة ونائبه العماد آصف شوكت، وأصيب رئيس المخابرات السورية هشام باختيار، واتقتل واتصاب عدد كبير من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية. لكن مفيش أي كلام عن إصابات من خارج الشخصيات السورية. لكن وحط تحت لكن كم خط، ثاني يوم التفجير وفي نفس يوم الإعلان عن وفاة عمر سليمان تم الإعلان عن وفاة قائد جهاز المعلومات الإسرائيلي في النمسا. وإذا كانت تصريحات اللواء محمود زاهر صادمة، فالتصريحات اللي كشف عنها رئيس مجلس أمناء الائتلاف السوري المعارض هيثم المالح كانت مرعبة. أكد المالح لواحدة من الجرائد المصرية إن التفجير استهدف الخلية الأمنية اللي كانت في اجتماع في مقر مجلس الأمن القومي السوري في دمشق، وإن اللواء عمر سليمان والمجموعة الكبيرة اللي توفت اتصابوا نتيجة تفجير جيل متطور من المتفجرات اللي بتستهدف العنصر البشري فقط، وده اللي بيفسر مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص بدون تدمير المبنى نفسه، وإن إصابة اللواء عمر سليمان كانت كبيرة جدا وتم نقله بطيارة خاصة لأمريكا في محاولة لإنقاذه، لكنه توفى متأثرا بالإصابة. وأكد المالح إن القنبلة فعلا دخلت عن طريق اختراق من الداخل، وهو نفس الكلام اللي قاله اللواء زاهر. وإذا كانت التصريحات اللي قالها المالح مرعبة، فالتصريحات اللي قالها رئيس مصلحة الطب الشرعي المصري السابق فخري صالح كانت مقلقة، واللي أكد إن في شبهات بتدور حوالين تصفية اللواء عمر سليمان، وأكد على تورط إسرائيل في الموضوع. دي مجموعة من الروايات اللي اتقالت حوالين وفاة العقرب رئيس جهاز المخابرات المصري السابق. لكن الغريب كان اللي نشرته جريدة الشروق بتاريخ 20 يوليو، يعني بعد يوم أو 2 من الوفاة، وبقول يوم أو 2 لأن تاريخ الوفاة المعلن كان 19 يوليو، أما التفجير فكان 18. وقتها جريدة الشروق نشرت إن المستشفى الأمريكي بعت للجريدة بيان بيأكد إن الوفاة كانت نتيجة لمضاعفات داء النشواني، وده مرض بيصيب أجهزة الجسم كله بما فيه القلب والكلى، وداء النشواني مجهول السبب، وهو عبارة عن ترسب البروتين في الأنسجة الحية والأعضاء، وده بيدخلنا في متاهة جديدة، هل ده بسبب الإشعاع ولا مرض فعلا؟ وهل الشروق لحقت تبعت تسأل المستشفى ويجي لها الرد في نفس اليوم علشان تنشره في جورنال بيطلع تاني يوم الصبح؟ بس كده، يا رب ما كنش طولت عليكم وكون حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم أخوكم ناصر حكاية، سلام عليكم.